ممكن بقى حضراتكم تفرجوا عن عباس من زنزانة العمليات. طمن، هو اجراء صغير هنعمله ان احنا هنتصل بالبنك ونتاكد ان في رصيد، وفي حاله التاكد من ان في رصيد هيتم فورا الافراج عن الاخ عباس. ايمن حبيبي، اتفاق رجاله، محدش يعرف موضوع الشيك ده. انا مش فاهم ايه الحكايه اصلا. سيبك من الحكايه دي وخليك في موضوع ابوك عباس وامرني. فوقت يا حبيبي. انا فين؟ انت في اوضتك. خرجت خلاص الحمد لله من اوضه العمليات وزي الفل الحمد لله. ممدوح، انا اطمن عليك يا حبيبي. انا كريمه اهو. انا عايز ممدوح. حاضر، بس لما اطمن عليك الاول يا عباس. هو ممدوح فين؟ ممدوح في الحسابات. انت عايز حاجه اطلبها مني. اهوجي اهوجي خير عباس. سيبينا لوحدنا شويه يا كريم. ليه؟ خليني واقفه معاك بس اطمن. معلش معلش، سيبينا ما تتعبوش. خير عباس؟ طمنا عليك، في ايه؟ مالك؟ ممدوح، هي كريم عرفت بموضوع الورث؟ عباس خليك في اللي انت فيه دلوقتي. عرفت يا ممدوح؟ معرفتش يا عباس. فاكر لما قلت لي ان الواحد ممكن يموت في اي لحظه وما يستمتعش بالفلوس اللي معاه؟ كان عندك حق يا ممدوح. الشر عليك يا عباس، الشر عليك، ما تقولش الكلام ده. ربنا يديك طول عمرك ان شاء الله لغايه ما تخلص كل الفلوس وتتدين كمان. انا عايز فارس المحامي. امرني بس، انا عايز اطمن عليك الاول. انا اللي عايز اطمن واشوف فارس قدامي دلوقتي يا ممدوح. حاضر، هجيبهولك يا عباس بسرعه، محدش ضامن عمره. حاضر حاضر، اهدى بس، ساعة زمنه هيكون عندك. فاكراني مين؟ لا ابدا، اصلي بتصل بعباس من امبارح وقافل تليفون. بيتهرب مني يا بابا. بيتهرب مني يا بابا؟ جوزك في المستشفى يا ميرفي. مستشفى؟ خبطته عربيه امبارح بالليل ونقلوه المستشفى بين الحياه والموت. طب وانت عرفت منين؟ اخوك لقى كريمه وابنها نازلين رايحين يزوروه في المستشفى. المستشفى دي فين؟ ايه رايحه فين؟ ما ينفعش تروحي تزوريه دلوقتي. ناسي يا بابا ان هو ابو ابني. وانت ناسي يا فلحه ان محدش في الدنيا يعرف ان انتوا متجوزين لحد دلوقتي؟ أصيلة يا كريمة، تملي واقفة جنبي في محدتي. يا رب ما يعودها أبدا يا رب، وتقوم لنا بالسلامة. اتفضل اتفضل. فيتامينات إيه اللي بتسأل عليها الدكاترة تحت؟ بس الأستاذ وصل، بعد إذنك أمها شوية. لا أنا سبتكم النهاردة كتير قوي، أنا فار الشك بدأ يهز ديله. معلش يا كريمة. حاضر يا عباس، اتفضل يا أستاذ اتفضل. مين الراجل اللي شبه شاي بالكوتشينة ده؟ ده الأستاذ فارس بلا جواز. فارس؟ ويعني عرفت أنا يعني مين فارس؟ ده صاحب حماكي الله يرحمه. حماية إيه؟ ده حماية مات من زمان. ما هو لازم يكون صاحب حماكي، ما هو من سن حماكي. تعال بس، تعال تعال تعال. روح. أيوه. أستاذ
انا رئيسك. لا طب خلاص مع نفسك انت بقى ابو واحد عادي. هو اجتماع رجالي ولا ايه وانتوا في الظروف دي؟ معلش ظروف ايه بس خليك تعالى تعالى تعيش وتاخد غيرها. نعيش بس في الاول يا متر وبعد كده نبقى نفكر في غيرها. خير يا عباس. طبعا يا متر انت المحامي بتاعي من ساعة ما اتفقت معاك على انك تاخد مني ماهية في الشهر 500 جنيه. 1000 جنيه يا باشا. يا استاذ فارس وده وقت انفصال المفروض تتعظ. الراجل اللي مرمي قدامك ده مركب 6 شرايح في جسمه. احنا يا متر عايز امليك وصيتي. بعدين عباس مش دلوقتي. بس قبل ما اقول لكم على وصيتي انا عندي سر خطير جدا عايزكم تعرفوه. انا متجوز واحدة تانية على كريمة. متجوز؟ ايوه يا اخي متجوز واحدة ما استاهلش انها تورث فيها. بس مخبي عليها موضوع الورث ده زي ما انا مخبي على كريمة. وايه المطلوب مني بقى دلوقتي؟ انا عايز كل الفلوس اللي عندي يا متر تروح لكريمة وولادها. ما ينفعش، مراتك التانية ليها حق شرعي في المراس. بقول لك ما تستاهلش انها تورثني وهي السبب في كل اللي حصل لي ده. بس اهدى يا حبيبي مش وقتنا الفزع. مش قالك اتصرف يا متر؟ مفيش غير صرفه واحده. ايه يا متر؟ تشتري بكل فلوسك شهادات استثمار باسم ولادك، وبما انهم قصر وانت الوصى عليهم مش هتحتاج توكيل منهم. وبعدين لو قمت من هنا بالسلامه هترجع الشهادات للبنك وتاخد كل فلوسك. طب ولو ما قمتش بالسلام؟ ولادك هيورثوا الشهادات وامهم هتبقى الوصيه عليهم لحد ما يبقوا في سن الرشد. انت عايز يروح البنك ويشتري شهادات استثمار وهو في الحاله دي؟ ده مش قادر يبلع ريقه. نجيب له مندوب من البنك لغايه هنا. وانا موافق على الفكره دي. ممدوح عارف يا عباس هوصل البنك واجيب لك المندوب بسرعه. اسرع سرعه موجوده عندك. شغل كله بسرعه. الموضوع ده في منتهى السريه. ما تقلقش انا شغلي كله سري. طب افرض سالوه هتقول لهم ايه؟ هقول لهم انا السباك اللي جاي يصلح الحنفيه البايظه اللي في اوضه الاستاذ عباس. سباك ايه؟ ما ينفعش بدله جرافطه. سباك ميه معدنيه مش ممكن. ايوه صح. هقول لهم انا كبير السباكين اللي جاي يصلح الحنفيه البايظه اللي في اوضه الاستاذ عباس. برضه مش راكبه كبير السباكين. طب اقول لك حاجه حلوه قوي، ممكن تقول ان انا سباك الحنفيه بتاعت عباس.